تمكن فريق اتحاد بالعباس بملعبه من الفوز على شبيبة تسكيك ده بهدفين لهدف واحد. سجل للاتحاد اللاعب مواقي وابل الغربي، فيما تكفل بتسجيل هدف الشبيبة اللاعب مرزوقي. التغطية لعبد الكريم عاشور. احنا كنا باغي نديرو ديكليك في استادنا، درنا تو بول لو تو باش حققنا هذو لي 3 بوان اللي هادي خلونا بالك تقول هذه هي الانطلاقه تاعنا ان شاء الله. الحمد لله احنا كنا واجدين وكنا عازمين باش نخلو لي 3 بوان هنا في بلعباس، والحمد لله يا ربي فزنا بهذا اللقاء ان شاء الله. لي جون عندهم مده وهم يقارعوا سير اون فيكتوار، قاعدين يخدموا، ماهيشي سهله، نعرفوا الوضعيه ماهيشي معناها سهله بالنسبه للناس الكل، لكن هم مشكورين، هم ايزون في بوكو ديفور اليوم ضد اون ايكيب معناها سكيك دا ايكيب محترمه تلعب دي بون بالون، عندها معناها زاده دي جوار اللي عندهم بون كاليتي اكسبيريونس بوكو دو فيتاس زاده، دونك ما كناش عند فريق سهل. جينا بالعباس باش ندوا الثلاث نقاط، وين احنا في المقابله كما شفتوا احنا درنا كامل اللي علينا، صح رطينا بزاف فرص، وش راح دير خانتنا الكره ما سجلناش في الشوط الثاني. المنافس عرف كيفاش يسير المقابله، وين تحصل على ضربه جزاء ما عالباليش انا الا كاين ولا ما كاينش، الناس نخلوا الحكم يشوفوا الناس تشوف. كنا قادرين بالك في الشوط الاول بالك نسجلوا او موان هدف ولا هدفين، اون افي لا شانس اوسي دو فير لو جو. Et après, bon, il y a le scénario habituel, donc tu as le football chez nous, donc on joue, on a un pénalty flagrant, on n'est pas sifflé, après bon, un pénalty, je ne sais pas s'il est valable ou là, il est sifflé.